هز دقيق القمح كما قلت لكم، ولا كتعرفوا كلكم تعشنوا، غير بغيت نشارك معكم. كندير كومبلي فورس، غنعجن غير البطبوط، انا كندير البطبوط اكثر، يا البطبوط الدراري كيبغيو البطبوط، شويه ديال الملح. ديروا قياس ديال الملحة، المهم ديروا الخميرة، المهم بقاو معايا كنسالي العجين ديالي. أنا كنخلط بيدي هو الأول، عاد كنخشيه في هاد الماكينة ديال العجين، مكنديرش ديريكت، مكنديرهاش ديريكت تما، خاصك ضروري تحركيها من بعد ملي تتخلط مزيان باليدين، عاد كنخشيها في الماكينة باش تدور دغيا، باش غير دور ليا العجينه صافي، باش ما تقصحش ليك، باش تحكمي فيها بالماء وتحكمي فيها كلشي. اما الا كديريها في الماكينه وكتبقى تدور، الا ما عرفتيش اسميتو تقدر تخسر ليك، داكشي علاش انا تنخلطها بيدي هي الاولى، باش نعرف شحال ديال الماء وشحال اش باقي خاصها، وعاد ديريها في الماكينه اللي قلت لكم. لا بقى خاصة الدقيق، حيت شت القمح كتير، غنزيد شوية الفورص، كما كنقول لكم كل واحد الطريقة ديالو، أي حاجة في العجين في الطياب، حنا ماشي بحال بحال في الطياب وكل شيء، يعني كل واحد كي كيطيب، كل واحد كي كيعجن، كاين اللي كيدير شوية الزيت عاود في العجين. ها نتوما شتي كي كتجيها هكا، كندير ليها دابا غندورها غير في الماكينه، وها هي بارت بارت فين درت هذيك كلها، هي العجينة ديالنا بعد ما عجناها، كنديرها في البلاطو، كنديرلها شوية الزيت وكنخليها تطلق شوية، عاد كنرجع نخبزها. هاهي ونغطيها، أنا هادي هي طريقتي في العجين، نديرها الزيت ضروري الزيت، ونخليها تطلق. دابا غنمشي نصيب بلاصت فين غادي نقرص الخبز، فين غادي نستفو الا قرصتو. البنات احنا عجننا الخبز ديالنا اللي قلت لكم، هاني كنحط هاد بابيي ديال الفران، كنحطو هنايا و تنقرصهم، كندير البطبوط ما كنديرش انا الفران، البطبوط كياكلوه الدراري اكثر. ايوا هادشي اللي كاين وصافي، نتشارك معكم الروتين ديالنا ديال الناس الغربه كي كيدوزوه وصافي. حتى حنا راه كنعجنوا بحالكم، كنديروا كلشي، غير نتوما سابقينا غالبيننا بالشميشه اللي عندكم. انا دابا راه صبنت الحويجات وبغيت نشرهم، ولكن الشميشه ما كاينه، كنحلو غير الشرجم، واخا كاين داك البرد وداك الندى وداك الضبابة، حلو الشرجم شويه يدخل داك البرد، المهم يتهواو شويه الحويجات، من بعد كنجيبهم عندي الكوزينه هنا حيت سخونه كنطيب فيها وكلشي، باش ينشفوا ليا. اللي بغى ثاني يخرجهم على برا، كاينين دوك الماكينات اللي كينشفوا الحوايج، غير عاوتاني هبط طلع طروج، الا سكنتي ساكن في 3 رويطاج ولا 4، خاصك تهز لك هادي وتهبط وتطلع، ما توصلي دوك الحوايج وما تطلعيهم حتى تكرهي راسك. هادشي اللي كندير انا صافي، ولا عندك داك الشوفو ديال الضو، ولا كنشعلو الشوفو ديال الضو ونديرو فيه الحويجات باش ينشفوا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، المهم الانسان كي كيدوز الروتين ديالو كي كيدوز شغالاتو صافي، غير الله يعز الشميشه، وكان الا كاينه راه كلشي كاين، الا ما كايناش راه ما عندك ما دير. المهم غنقرصوه كلشي ونحطوه، راه تبارك الله عليكم العيالات كلكم كتعرفوا تعجنوا وديروا،
غير تنبغيو شي الروتين ديالنا شويه تفوجو علينا ونفوجو عليكم وصافي هادشي اللي كاين. تنساليو كاع الخبيزات ومن بعد نخليوهم يطلقوا شويه ومن بعد نقرصهم ها الخبز. من بعد ما طلق انا كنقرص بالتلك ما تضحكوش عليا صراحه. هاد الطريقه كنديرها ملي كنت في الطاليان كنشوف الناس كيديروها اللي بالنسبه لي ما كتعرفش تكرس الخبزه والصراحه ما تضحكوش انا هكا كندير كنشد ديك الريتم ديالها مزيان باش الدور ومن بعد نقرص بيدي الطريقه اللي كندير انا كنقرش بيدي من ديبار حتى من بعد ايوا كل واحد وطريقته راه تنقولها لكم انتوما دلك باش تنقرصو من بعد ملي غادي نطيبو غادي تشوفوا معايا كي غادي ندير لي دابا ديك البلاصه اللي صيبت لي قلت لكم هانتوما تنسالي كاع هاد العجينه ديالنا ومن بعد غنشارك معكم الغداء غندير الحوت غندير الحوت في الطاجين شويه ديال الحوت في الطاجين وشويه ديال المقله اللي بغى الطاجين ياكل الطاجين اللي بغى المقله ياكل على المهم شويه بشويه وصافي نتوما معايا تنسالي الروتين ديالي هانتوما كيما قلت لكم ديما الدلاك كناخذ به الريتم يعني الدوره ديال الخبزه حيت انا في الاول من يلاه بديت العجين ما تنعرفش نقرص كيمشي شي حاجه عوجه شي حاجه صافي وتعودت على هذا الدلاك من الطاليان صافي بقيت كنشد داك الريتم ديالو هانتوما معكم وحده اخرى من بعد ايوا العجين تابعنا فين ما مشينا يا في المغرب يا في اوروبا يا الا ما درناش الخبز راه ما كاين والو الخبز هو المهم هانتوما تشوفوا معايا البنات غادي نحطو في بلاصتو اللي قلت لكم صيبتو راه درت ليه الكاشه حيت دابا برد عندنا الحال ما درناش الكاشه ما غاديش يخمر لينا الخبز ضروري حيت بارد الحال بزاف كانت عندنا غير الشتا هاد الايام والبرد علاش خاصنا نديرو شي ركاشه ومن بعد نغطيها بكاشه اخرى من الفوق باش دغيا يخمر لينا سينو ما غاديش يخمر يبقى تما حتى الصباح ديما الى الحال بارد ما كيبغيش الخبز يخمر لينا دغيا. الغدا ديالنا البنات ها هو كما قلت لكم الطاجين ديال الكبايله هذا الحوت حتى هو هانتوما هذاك ديك الشلاضه اللي قلت لك ديك لاصوص اللي قلت لكم بالبصله ومطيشه والفلفله الشلاضه ديال الرز ايوا هذا الخبز ديالنا اللي طيبنا معكم هذا الشيء اللي كاين. نتمنى البنات تعجبكم الروتين ديالي اللي درت معكم اليوم ونبغي ديما نشكركم كما العاده اللي دخل معايا جديد واللي قديم معايا كنشكركم جزيل الشكر التعليقات اللي كتكتبوا ليا وكلشي اللي كتشجعوني وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله سلامه.